طبعا هي سلمى مش قصدها خالص انها تعمل فصل بايخ في الممثلات الاجنبيه، يعني طبعا شفت دلوقتي المنظر كان غريب، لكن هي بس كانت بتحاول توصل حبيبتي لمنطق مش قبل وبعد، لا قبل والميك اب الخفيف. طبعا ده ليه علاقه بضيفنا، بس طبعا هي المنظر كان يعني، بس الحمد لله بقى، الحمد لله. ليه بقى الحمد لله؟ طبعا الحمد لله كل شيء، بس ليه بقى الحمد لله؟ لان في الفاصل انا اتعرفت عليه فطلع هو عامل لي ميك اب قبل كده. خلينا الاول نرحب بيه بشوي اندراوس. نورنا يا فندم. منورك. اهلا وسهلا. منورانا يا قمر والله العظيم منورانا. الحمد لله. انا طبعا لما شفت الناس من غير ميك اب ده ليه سامي بتعمليه كده، وبعدين هو لقيته بيقول لي على فكره انا عملت لك قبل كده مكياج في الحفله الفلانيه وما كنتيش شكلك يعني يعني مش وحش، يعني كنت شكلك ايه بيل كده اللي هو تعبان قوي كده. فطبعا سلمى احنا يعني عيب يسموه. نورتونا. دلوقتي قبل ما هنبتدي الكلام عن الميك اب، يعني ايه ميك اب خفيف؟ ميك اب خفيف يعني المفروض ان احنا ما بنحطش حاجات بتلمع، ما يكونش فيه ميك اب كتير، فونديشن كتير، الوان كتير فوق العين، رموش تقيله، بيبقى ميك اب بس باقل، ما يكونش هيفي ميك اب. طيب عشان اكون دقيقه جدا في سؤالي، اللي انا اعرفه ان الميك اب الخفيف ده ما بيتحطلوش فونديشن، هل دي حقيقه ولا لا؟ ممكن ما نحطش فونديشن تقيل، بس ممكن نحط اللي هو بيبي كريم مثلا، حاجه سوفت خالص على البشره. أوكي. هي بتديك بس لون وشويه فيها بتدي جلو للوش، يعني لمعه خفيفه وخلاص. اوكي فهمت. طيب احنا دلوقتي عرضنا الكليب ده علشان نقول انه الميك اب الخفيف يخلي شكلك احلى وفي نفس الوقت ما تبقيش اوفر. هنطبقه دلوقتي عملي. تمام. صح؟ اوكي طيب. بشروح هيبتدي معانا دلوقتي تطبيق الميك اب الخفيف اللي احنا ممكن نعمله كل يوم ما يضرش بشرتنا. مظبوط. وفي نفس الوقت هو مدينا هديتين. الهديتين دول ممكن ندخلهم دلوقتي على التليفون. سلمى لو سمحتي حطي التليفونات لعروستين قبل يوم 20/9، العرايس اللي قبل يوم 20/9 لانه استاذ بشوي مسافر. مظبوط كده؟ بالظبط. طيب هنحط دلوقتي التليفونات نبتدي نشتغل. انت اسمك ايه؟ حبيبه. انت قمر يا حبيبي والله. عندك كام سنه يا حبيبه؟ هتم 24. يا ويلي. هي طنط بقى. هنبتدي اول حاجه ان احنا شويه نسرح الحواجب. وهنحط بودر خفيف للحواجب، ان طبعا مش مستلزم ان احنا نحط جل، ان الجل بيبان ان هو شكله اتقل شويه، بس طبعا لو حد حواجبه خفيفه تمام ممكن نحط جل وممكن نحط بعديها بودر عشان يثبته اكتر. اوكي. اعود انا بقى كده. اختار الدرجة بتاعت حواجبي ازاي بشوي؟ بتبقى نسبة للشعر. تمام؟ لون شعري. بالظبط، ان لو الشعر غامق احنا بنحط برضو، مش هنحط يعني مثلا لو شعر اسود مش هنحط اسود في الحواجب، ممكن نحط اللي هو بني غامق. اوكي. تمام؟ لو الشعر طبعا فاتح وفي ناس بتبقى بشرتها فاتحة تمام؟ احنا بنحط طبعا اي شادو فاتح او جيل فاتح تمام؟ في الحواجب. اوكي. يعني الاسود يتحط له بني غامق والفاتح يتحط له بني برضو بس فاتح، افتح حاجه. اوكي. طبعا عاملين عين قبل الهوا عشان الوقت. احنا بس بنملى الفراغات. تعجبني قوي البنات اللي عندها نمش والله. يعني الله اكبر. يعني في استاذ حلواني انا بكلمها دلوقتي يا استاذ، مش معقول يا جماعه. ما ردتش عليا البنت، ليه بتعملوا كده يا جماعه؟ تاني حاجه بنحط لايت خفيف تحت الحاجب. ده بايه بقى اللايت اللي انت بتحطه ده؟ بس عشان افهم. ده زي كونسيلر بس هو مخصص لتحت الحاجب. اوكي. وممكن نستخدمه برضو ان هو ككونسيلر للعين لفوق العين تحت العين. تمام. وده ميزته ايه؟ ان هو بينور يعني ولا مش؟ ده كتثبيت للاي شادو. وكبنعمل بيه كفر لفوق العين، ان في ناس بتبقى عندها هالات حوالين عينيها سوداء. اوكي. فده
بيغطي كل ده. ماشي. بنشتغل الاي شادو فوق العين بالدرجات النود. النود الترابية. اوكي. بشوي طبعا الميك اب ده ينفع الصبح ينفع بالليل. ينفع الصبح وفي ينفع بالليل، ان في ناس يعني الميك اب بتاعهم ثابت، يعني بيحبوا الميك اب الخفيف عامه، كان في مناسبات او في مثلا نازلين الصبح. تمام. حلو قوي. انا بحط انا اللي فوق العين ده بحطه بصباعي. انا شايف ان بصي الفرش طبعا مهمه جدا. بس انا بحطه بصباعي. بس ممكن إن فعلا ممكن في ناس كتير بتحب تستخدم الصباحه في ان هي تحط اي شادو. هم يعني كل حد بيبقى ليه طريقه. بعرف اتحكم اكتر. يعني انت دلوقتي بتستعمل فرشه عشان هي قاعده وانت اللي بتحط لها. بالظبط. لكن الست يا حرام بقى ايدي. طبعا مش هنشتري طبعا، يعني ممكن هي عشان الفرش طبعا سعرها غالي شويه. تمام. فاحنا ممكن ان احنا برضو تستخدم برضو صباحها في ان هي تحط الاي شادو لو وفي ناس هي اوريدي هي حتى لو عندها فرش بتستخدم برضو صباحها في ان هي تحط الاي شادو. كل حد برضو يعني بيبقى ليه طريقته في الميك اب. اوكي. شويه بنغمق من الكورنر. يا عبير. يا استاذ قلوت معايا. انا معايا. ازيك يا روح؟ عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا بيرو. ازيك انت يا روحي؟ انا اسمي ميرفت. ميرفت مش عبير. ايوه لا معلش لا عبير بنت اختي انا، هي اللي جوازها 19/9. 19/9. طيب 19/9 ده مناسب معاك؟ مناسب. طيب خلاص مبروك عليكم يا روح قلبي. هنوصلكم بشوي دلوقتي هترجعي للكنترول بعد اذنك بشوي. هترجعي للكنترول، كنترول هياخد دلوقتي بياناتك وارقام تليفوناتك. مبروك عليكي. وهنوصلكم بشوي بشوي هاجي لكم يوم. هي قالت يوم ايه؟ 19/9. انت مسافر يوم كام؟ يوم 20 ان شاء الله. طيب ان شاء الله. طيب ادي اول عروسه اهي. احنا متشكرين جدا الصراحه بشوي، مش عارفين نقول لك ايه، بس يعني ايه حبيبتي عشان بناتنا حبايبنا. طبعا احنا دلوقتي بنحط اي شادو اضاءه شويه جوه العين فاتح. حاجه فاتحه. أوكي. شويه. حلوه قوي الالوان يا بشوي قوي. برافو. اوكي خلاص كده وير دان. بس بالظبط. احنا هنحط دلوقتي ماسكارا. هيفضل ان احنا نحط الماسكارا قبل ما نركب الرموش ولا بعد ما نركب الرموش؟ انا بحط ماسكارا قبل الرموش وبعد الرموش. أوكي. ان احنا لو في وقع عليها اي شادو او حاجه. تمام. فاحنا بننضف الاي شادو او حاجه وقعت. تمام. احنا دلوقتي انا بفضل في الرموش، الرموش اللي هي الوان باي وان اللي هي الانديفيدوال. تمام. دي بتبقى شكلها طبيعي اكتر من اللي هي الوان بيس. بس انا مش هعرف اركب لنفسي وان باي وان، بس ممكن اعرف اركب لنفسي اللي هي الوان بيس بتبقى اسهل طبعا. الواحده دي. بالظبط. انت اول واحد تركب لنا رموش وان باي وان على الهوا، صح سلمى؟ احنا عملنا وان باي وان قبل كده على الهوا. قالت لي رشود عمل مره. دي بتبقى شكلها طبيعي للرموش وبنتقل براحتنا او نخفف براحتنا. اوكي. يا انجي. الو ازيك يا رضوى؟ ازيك يا نوجي؟ الحمد لله بخير. ازيك انت عامله ايه؟ انا كويسه يا روح قلبي الحمد لله. مبروك يا حبيبتي الموسم الجديد، ودايما يا رب من نجاح لنجاح. ربنا يخليكوا ليا وما يحنيش منكم ابدا يا حبيبتي. انت عروسه ولا مين العروسه؟
انا عروسه يا يوم 13/9 ان شاء الله. ان شاء الله الف مبروك، يجعلها جوازه العمر كله. يا رب يا رب يا رب وربنا يخليك. انت مكانك فين؟ في القاهره؟ في القاهره. طيب حلو قوي، ان شاء الله هنوصلك بشوي دلوقتي بعد ما الحلقه تخلص كده، العروستين خلاص خلصوا. تتفقوا يجيلك فين يوم فرحك يا بشوي؟ بجد اشكرك اشكرك. برافو عليك. حاسه ان انا عايزه اقف جنبها، بس طبعا لو عملت الحركه دي المخرج بتاعنا ما بيتفهمش ما بيتفهمش. تحفة 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 تحفة، ايه السرعة دي؟ طيب هنعمل ايه تاني؟ بعد كده بننظف تحت العين لو في اي اي شادو او اي حاجه وقعت. اوكي تمام، عشان لما انا اعرف في ميك اب ارتست كتير بتحط او ناس بتحط الفاونديشن الاول قبل العين، بس انا شايف ان العين اهم، ان هي نحط العين الاول بعد كده نحط الفاونديشن عشان ما يقعش عليه اي شادو او حاجه. اوكي تمام، بيبقى كلير زي اول مره. عجبني بشكل بشوية اللي انت عملته، مش متخيل يعني. ونفس الالوان اللي احنا حطيناها فوق هنحطها من تحت. انا ساكته طبعا، انا بتفرج. وبنحط شويه حاجه تنور جوه العين. ابيض ابيض او بيج. براو. بس مش كتير برضه. تمام، ولو ما فيش غير مثلا البني او الحاجه او الابيض. تمام، ممكن نحط شويه عليه حاجه خفيفه. اوكي وبعدين؟ وبعد كده بنحط اهم حاجه، نحط ان احنا نحط برايمر. تمام، برايمر قبل الفونديشن ده مهم جدا. ليه؟ ان هو قبل الفونديشن. اوكي، ولو انا مش عايزه احط فونديشن ممكن نحط باودر. بص انا هقول لك على حاجه، انا السيجمنت دي او الفقره دي احنا عاملينها ليه؟ عاملينها عشان ما نحطش فاونديشن. انا عايزه اخليهم يبتدوا يحطوا مكياج ناعم من غير فاونديشن. تمام، فانا هستاذنك، انا مش عايزه احط فاونديشن. طب ممكن نحط البرايمر؟ حط عليه برايمر بالظبط. وحط لي ممكن نحط باودر ولا لا؟ ممكن نحط باودر. اوكي يلا. انا ممكن اقوم اساعدك عشان هم بيجي الوقت خلاص لو عايز. هنحط باودر خفيف خالص. عندي بقى سؤال وانت بتشتغل، انا اسفه معلش معلش خالص. لو هنا مثلا في حفره او هنا في حفره او بتاع هنا، بس دي اللي نستعمل لها الفاونديشن؟ ممكن لا، ممكن نستخدم فاونديشن ونباقي نخفف بقيه المناطق اللي فيها. لو انا برضو مش عايز اعمل فاونديشن خالص ممكن تقل فيها الباودر. اتقل يعني لو هنا مثلا عندي حفره اتقل لها الباودر بتاعها؟ ممكن. اوكي فهمت ماشي. والبرايمر كمان شغلته هو، او احط كونسيلر بالظبط. اوكي هاي الروج هتحطوا ايه؟ هنحط بس ماسكرا بالعين كده.
بعد كده نحط روج. بالعين لبناني؟ لبناني بالعين؟ لا بالمصري. قريتها انا اصلي بال تمام. اوكي. بعد كده هنحط روج. حاجه برضو شويه لبنود. خدوا منه الرقم ده يا جماعة، أنا مش عايزة الروج بس خدوا منه الرقم ده وهو خارج دلوقتي يا جماعة، عشان ده إن شاء الله نشتريه نحطه في حلقة يوم الخميس. سلمى طمعت في طمعت طمعت إزاي؟ طمعت في الشنطة بتاعتك بتقول لك. كلها ليك حبيبتي. طيب بيقول لك كلها، ما أنتش سامعاها أكيد، إحنا على الهوا. بشوي ميرسي. وكتر خيرك وشكرا جزيلا ليك. ثانك يو. والنبي يا استاذ حلواني هات لنا القمر ده كده، ده الناتشرال لوك، اللوك الطبيعي اللي ممكن ننزل بيه. لا لا الكاميرا اهي، ننزل بيه كل يوم الصبح او بالليل. قمر نورتينا. بشوف ميرسي جدا على العروسه. انا مبسوطه استاذتك. ثانك يو حبيبتي بجد نورتنا. مشاهدتي عزيزات، الفقره دي كان فيها حاجتين. الحاجه الاولانيه هي انه ازاي تعملي بالمكياج بالبسيط كده، يعني زي ما بيقولوا ايه بالبلدي عداية كده، نستعمل حاجات قليلة جدا وفي نفس الوقت شكلنا يطلع حلو جدا من غير ما نهلك البشرة ويبقى شكلنا طبيعي. كمان كان معانا عروستين الف مبروك عليهم، بشوية ان شاء الله هيروح لهم عشان يعمل لهم المكياج بتاعهم يوم فرحهم او خطوبتهم. الفقرة اللي جاية ان شاء الله باذن الله اعتقد ان هي هتكون او ضيوفها هيكونوا من اكتر الناس اللي انا هبقى مبسوطه جدا بيهم. طبعا مبسوطه كل بيهم كلهم، بحبهم جدا، بس انا الفقره دي تحديدا انا طالباها اول فقره واحنا بنعمل اعداد الثلاث حلقات. خليكم معانا متابعونا وما زلنا معاكم وهي وبس.